السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، ولو حضرتك أول مرة تشوفني أنا الطبيب الصيدلي رباعي المؤهلات الدكتور محمد القفاص. عنوان الحلقة: مرض كورونا فيروس واستهدافه للسعودية. إيه قصة مرض كورونا فيروس واستهدافه للسعودية؟ مرض كورونا فيروس، أنا هقول لحضراتكم مصطلح علمي يعلمه جيدا الأطباء البيطريين. مرض الكورونا فيروس is a zoonotic disease، هو مرض مشترك. ومادة الزونوزيس مادة تدرس في كليات الطب البيطري، ومعناها الأمراض المشتركة بين الحيوانات والإنسان، زي مرض الريبز كمثل شهير للزونوتيك ديسيز. الريبز موجود عند الكلاب، أول ما بيعقر إنسان أو بيعضه بينتقل له فيروس الريبز اللي بيوصل للمخ ويدمر المخ، لكن في تطعيمات لعلاج هذا المرض. طيب ليه السعودية مستهدفة من هذا المرض؟ لأن العائل الوسيط اللي الفيروس بيخش فيه اللي هو الخفاش والجمل. والخفاش موجود في مدينة إيوان الصينية، والجمل موجود في السعودية. يبقى إذن أي بلد فيها جمال أو خفافيش تخشى من انتقال هذا المرض. تمام. حاجة تانية، الناس اللي جاية من الصين على البلاد لابد أن يتم حظر دخول الصينيين هذه الفترة علشان نقي نفسنا من المرض ده، أو يتعمل لهم حجر بره البلد خالص يتكشف عليهم باس أوكي تمام يدخلوهم البلد. طيب إيه الطرق اللي بينتقل بيها المرض؟ بينتقل بالرذاذ اللي طالع من الناس، واحد عطس أو واحد بيتكلم في رذاذ بيطلع منه. تمام. بينتقل عن طريق ملامسة الأسطح الملوثة بالفيروس. أيضا بينتقل عن طريق الإفرازات، حد بيحضن حد بيبوسه، اللعاب فيه الفيروس انتقل. طيب أعراض المرض إيه؟ أعراض المرض مشابهة لأعراض البرد، وقد تتعقد بعد كده الأعراض. يعني مثلا تلاقي فيه سخونية شديدة، تلاقي فيه رش شديد، تلاقي أعراض تنفسية، أعراض في الجهاز الهضمي، لما بتتعقد العملية بتوصل للكلى وتؤدي للوفاة. عدد الوفيات في الصين حتى الآن 81 حالة و3000 حالة إصابة، والصين أعلنت الحجر قفل البلد لحد يخش ولا حد يطلع حتى الآن، لكن امبارح أعلنوا عن إن هم عالجوا حالة. طبعا علاج الفيروس، مفيش مضاد حيوي بيعالج فيروس. أما اللي أنا بعالج الفيروس بإيه؟ بعالج الفيروس برفع الجهاز المناعي وتعزيز الجهاز المناعي عشان يبقى حائط صد قوي ضد أي فيروس. طيب بالنسبة لملامسة الأسطح وبالنسبة للطرق انتقال الفيروس، أنا المفروض أعمل إيه؟ أنا النهاردة المفروض ما احتكش بأي تجمعات أو اكتظاظ أو زحمة. طيب ضروري أنا رايح شغل ولا حاجة، يبقى هجيب كمامة ألبسها أهي، يبقى عملية إجرامية 100%، محدش يعرفني، عايز أخطف حد، عايز أعمل حاجة، وفي نفس الوقت كورونا فيروس ما يعرفنيش. أدي حاجة. تاني حاجة ملامسة الأسطح، هلبس جوانتي تاني وأنا بلبسه اتقطع من القوة الخارقة. تمام. هلبس جوانتيات عشان الملامسة. تمام. تاني حاجة بلاش الأحضان والبوس الفترة دي، نأجلها شوية، وبلاش الجلوس في الأماكن المكتظة أو الوجود في الأماكن المكتظة. أي حد سسبكت أو هشك إن هو عنده أي أعراض برد رشح بتاع واحد كده مدروخ، ابعد بعيد عنه. الفصل. طيب حتة المناعة، هعمل ايه في المناعة؟ افضل حاجة للمناعة حبة البركة القاسمية الموجودة في السعودية،
مش الحبه بتاعتنا اللي زي السمسمه دي. لا، الرسول ما كانش عايش في اسوان، الرسول كان عايش في السعوديه. يبقى حبه البركه القاسميه تطحن وتغلى تشرب 3 مرات. ايضا في زهره اسمها زهره الاشناسيا او الاخناسيا او القنقذيه، برضو دي ممتازه جدا للعلاج. كذلك اليانسون النجمي، هو زي اليانسون بس اليانسون كده شبه النجمه كده، يانسون النجمي برضو تطحنه وتغليه واستخرجوا منه عقارات لعلاج فيروسات، اليانسون النجمي. ايضا في زميل اتكلم عن زهره اللوتس اللي هي شعار مصر، زهره اللوتس، وهذه الزهره متوفره بالسعوديه ومتوفره ايضا بيوان في الصين، لكن ليس هناك دراسات حتى الان تثبت او تجزم او تؤكد ان هذه الزهره تعالج الفيروسات او تعالج فيروس الكورونا. طبعا لازم يكون في راحة فترة جيدة في البيت، يعني انت حسيت بأي عرض لازم تريح في البيت راحة تامة، ولازم تتغذى جيدا، لازم تشرب مشروبات دافية، لازم فيتامين سي. يعني احنا قلنا زهرة اللوتس، قلنا اليانسون النجمي، قلنا حبة البركة القاسمية، حبة البركة القاسمية، فيتامين سي، التغذية الجيدة، الراحة، البعد عن الأماكن المزدحمة. لو أنا عندي عمل ولا حاجة هلبس كمامة وهلبس جلافز علشان التلامس، أي حد أشك إنه عيان أبعد بعيد عنه. كل دي إجراءات وقائية بسيطة جدا وفي متناول الجميع بدون أي أدوية وبدون أي حاجة. ارفع مناعتك، ابعد عن أي زحام، البس الحاجات ديت وأنت طالع بره، علشان دايما تلاقي الصينيين وكده بيلبسوا الحاجات دي. طبعا الصينيين عندهم ممارسات غذائيه خاطئه، يعني بتلاقيه مثلا بياكل سحالي، بياكل براغيث، بياكل مش عارف ايه، ممكن يكونوا هم بيشربوا دم الخفافيش وده اللي نقل فيروس الكورونا. فطبعا ده تحذير للجميع يخلي باله، وكل الدول تاخد احتياطاتها من رعايا الصين. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.